حياكم الله مشاهدين الكرام، رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل. طبعا مروة مشاهدين الكرام، دولة الإمارات فيها وايد برامج أو فيها وايد مراكز مختصة لأصحاب الهمم. صحيح. وتأهلهم وتساعدهم، لله الحمد والمنة. وعن البرامج المخصصة لأصحاب الهمم بشكل عام، ومن مثل هذه المراكز مركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين في الفوعة. المزيد مع ضيفنا مدير مركز العين لرعاية وتأهيل المعاقين في الفوعة الدكتور أحمد السيد. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا بك. وكذلك الطالب الخلوق والمميز مبارك الدرمكي، طالب من اصحاب الهمم. اهلا وسهلا. يا هلا ومرحبا فيكم. اهلا وسهلا بك. كيف الامور؟ ان شاء الله تمام. تمام. انا مبارك، بس بسالك اول شيء، انت وين تشجع؟ نشجع العين. العين؟ انا بعد اشجع العين وياك. على فكره كلنا عيناويه. ها؟ كلنا عيناويه. انا فجراوي بعدين عيناوي. انا بشجع العين. خلاص، انا اول شيء فجراوي بعدين عيناوي. وانا نفس الشيء، انا بعد فجراويه. لازم صح؟ لازم ما نخليك احنا. دكتور احمد كيف الحال؟ ان شاء الله طيب. الحمد لله رب العالمين، شكرا على الاستضافه وجزاكم الله كل خير. هذا واجبنا. دكتور احمد، كلمنا عن المركز. مركز العين لرعايه وتاهيل المعاقين هو من اوائل المراكز التي انشئت لرعايه اصحاب الهمم في الدوله. تم إنشاؤه سنة 1998 بمبادرة شخصية بالرئيس مجلس إدارة المركز السيد ناصر بن عزيز. في الحقيقة منذ بداية إنشاء المركز كان هناك رؤية وإرادة وطموح لإنشاء مركز عالمي بمواصفات عالمية. طبعا المركز أنشئ نتيجة أن رئيس مجلس الإدارة عنده ولد بيعاني من التوحد، ولهذا كانت الشعور بالمعاناة التي يعاني منها أولياء الأمور والأهالي اللي عندهم طلاب من هذه النوعية. الإرادة والطموح والعزيمة في الحقيقة تجسدت في السيد ناصر بضرورة إنشاء مركز عالمي بمواصفات عالمية، واللي وفقنا إن شاء الله من سنة 2010 حتى 2018 تم افتتاح أكبر مركز في الشرق الأوسط. إحنا دائماً بنقول مركز العين بنحط كده بين قوسين الأضخم والأكبر على مستوى الشرق الأوسط. تم إنشاء المركز على جزئين، الجزء الأول اللي هو الخاص بالسكن الداخلي والإقامة الداخلية، وشهر أكتوبر الماضي تم الانتهاء من المبنى التعليمي اللي بيضم حوالي 50 صف دراسي بمواصفات عالمية، مسبح، جيم، شاكوزي، ساونا، مسجد لتعليم الطلاب بالصلاة وحفظ القرآن والعبادات، ركوب خيل، حديقة حيوانات، مساحات خضراء واسعة. في الحقيقة شعار المركز أصبح حاليا سعادتهم وحمايتهم وتعليمهم. ممتاز. يعني بنهدف للسعادة وللحماية وللتعليم في نفس الوقت. ممتاز جدا. مبارك، بالنسبة لك خبرنا عن البطولات اللي شاركت فيها. أنا شاركت 2019 ألعاب العالمية. أنا فزت البطولة السلة مركز الأول، أنا فزت على ألمانيا وإيطاليا أندورا. ما شاء الله. ألف مبروك الفوز. حلو. السنة الجاية 2020 في لبنان على بطولة كرة الطائرة. مبارك بتفوز صح؟ في لبنان؟ خلاص أنا ومروة بنكون معاك إن شاء الله في لبنان هناك. بتفوز صح؟ بتاخذني أنا ومروة وياك؟ ها؟ أنا ومروة خلاص بنكون معاك إن شاء الله في لبنان 2020. نحن بنشجعك. شو رأيك؟ زين. نشجعك؟ في لبنان بنشجعك. انزين مبارك تاخذنا معك. أيوة. انا ومروه علي نروح معك. تعال في لبنان. اوكي. انت شلنا وياك. زين. دكتور احمد، كيف ممكن نحن نخلي اصحاب الهمم انهم يتعاملون مع المجتمع، يحتكون، يكونوا طبيعيين في المجتمع؟ نعم. هو طبعا الموضوع موضوع متكامل ما بين المجتمع وبين المراكز. يمكن من سنة 1998-99 كان هناك عدم وعي بموضوع الإعاقة، ونظرا للرؤية الرشيدة لقيادة دولة الإمارات العربية أصبح الآن في وعي بأصحاب الهمم. تم تغيير المسمى من معاقين لأصحاب الهمم. في هناك مبادرات لحماية أصحاب الهمم وحمايتهم كذلك، والقوانين اللي بتنظمهم. فالموضوع موضوع متكامل ما بين المجتمع وما بين المراكز. احكي يعني نحكي على مركز العين بحكم ان احنا بنعمل باستمرار برامج اجتماعيه ودمجيه. احنا باستمرار طبعا الطلبه ما عندنا موضوع العزله، ان احنا نعزل الطلبه. طبعا المفهوم القديم هي العزله. احنا لا، بنخرج بطلابنا خارج المركز، خارج مدينه العين،
أبو ظبي، دبي، المدن المائية، الحدائق، المولات، دائما هناك دمج مجتمعي لدمجهم في المجتمع. ده بيساعد في الحقيقة على زيادة السلوك التكيفي للطلبة. لو عنده سلوك عدواني أو عنده سلوك غير تكيفي بيتغير للأفضل. يمكن مبارك من النماذج ديت، لأن مبارك أول ما التحق بالمركز كان بيعاني من بعض السلوكيات العدوانية وغير التكيفية. نتيجة البرامج المركز ما شاء الله دلوقتي أصبح بطل عالمي. العديد من الطلاب عندنا كذلك أصبحوا موهوبين في الرسم، موهوبين في الألعاب. عندنا كم طالب خد جائزة جامعة أبو ظبي للرسم اللي كانت صممت للتوحد مخصوصين. فطبعا العملية متكاملة ما بين المؤسسات وما بين المراكز. ما شاء الله مبارك، يعني عنده جوائز عالمية وعلى مستوى الأولمبياد. نعم مبارك عنده أكثر من حوالي 9 ميداليات عالمية. أستاذ أحمد، خبرنا عن البرامج اللي خلينا نقول تؤهل أصحاب المجتمع على دمجهم في المجتمع، أصحاب الهمم. هو طبعا البرامج بتبتدي من البداية، من البلوغ، من التدخل المبكر، منذ اكتشاف الإعاقة. نعم. الطالب طبعا بيخضع لمجموعة من البرامج التأهيلية اللي بتساعد على دمجه في المجتمع فيما بعد. يعني مثلا التخاطب، العلاج الوظيفي، العلاج الطبيعي، التربية الخاصة، ده كله بيساعد على الدمج فيما بعد. فالموضوع موضوع متدرج. طبعا زي ما اتكلمت سابقا ان برضك الموضوع موضوع متكامل، ان احنا يجب ان المؤسسات المجتمعية، الجامعات، المولات، جميع المؤسسات ان تتكاتف لموضوع الدمج المجتمعي. ممتاز. مبارك، خليني اسالك اخوي مبارك، شو كان شعورك لما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد كرمك وسلم عليك؟ هو كرمني، انا سلمت عليه بالخشمه، كنت انا صورت معه بعد. كيف شو كان شعورك وانت تسلم على ابونا الشيخ محمد بن زايد؟ انا سلمه على بخشم. سلمت عليه وحبيت خشمه. انا حبيت خشمه. انت محظوظ، ونحن كنا نتمنى نسلم. انت سويت انجاز وسلمت عليه، فانت محظوظ جدا. ما شاء الله عليك، الله يوفقك ان شاء الله. شو تبى تكون بعد؟ شو تبى تسوي بعد غير البطولات اللي تبى تجيبها؟ شو من البطولات اللي حاب تجيبها انت بعد؟ كره الطائره ان شاء الله. السنه الجايه الوعد في لبنان ان شاء الله. في لبنان ان شاء الله. ان شاء الله بنكون وياك لما نركب الطيران الاتحاد ابو ظبي، اتحاد الارويش. نعم. على كل الفريق نمرات ان شاء الله. ونطلع من ابو ظبي ان شاء الله لبيروت، وانت ترجع من هناك ماخذ البطوله ان شاء الله. وانا مروه معاك طبعا، لا تنسانا. زي ما انسى. ما تنسانا ها؟ ان شاء الله. استاذ احمد، هل البرامج المقدمه اللي تاهل اصحاب الهمم للعمل في القطاعات العامه، خبرتنا قبل شوي عن البرامج، ولكن هل هي فعلا تؤهل اصحاب الهمم للعمل في هذه القطاعات؟ تؤهل اصحاب الهمم بشرط ان جميع المؤسسات تتكاتف لهذا الهدف. الحقيقه احنا كمركز سعينا في الموضوع ده كتير، والحمد لله بفضل الله دمجنا مجموعه من الطلاب، ولكن احنا بيقابلنا عقبات في موضوع تفهم بعض المؤسسات لطبيعه الاعاقه. نعم. يعني قد يكون ما يكون في ريبورت في هذا الشيء، او ان تقرير كامل عن حاله الشخص من اصحاب الهمم. نعم في ريبورت اكيد، ولكن زي ما قلت لك موضوع التقبل، ممكن الخوف، ممكن عدم الوعي بموضوع الاعاقه. في بعض الطلاب مبارك دمجناه فتره من الفترات بالعمل باحدى المدارس الخاصه، اشتغلنا في احدى المصانع البلاستيك، ولكن ما زال الوعي غير موجود بضروره ادماج ادماج. اشرب ماي. اشرب ماي تفضل. هذا الماي خلص. تفضل. موضوع الادماج في الحقيقه برضك يمكن في منصه اطلقتها وزاره تنميه المجتمع للموضوع توظيف ذوي الاحتياجات الخاصه، ولكن يعني ما مفعل حتى الان بصوره جيده. فعلا. مبارك، خلينا انا اسالك، انت شو اكثر رياضه تحب تلعبها؟ نشاط صيفي الصبح. في العين. في العين. نشاط صيفي 8 الصبح. اوكي. لا مبارك، انت تحب تلعب كوره اكثر ولا تحب تلعب طايره ولا تنس؟ شنو اكثر شيء تحب تلعبه؟ العب كره الطايره. كره الطايره اول شيء. الريشه. تنس الريشه. الريشه. السله. السله ها. والبولينج. البولينج. شو اكثر شيء؟ اكثر شيء تحبه شنو؟ سله. تنس الريشه. هو يقول ريشه وانا اقول سله، انت شو تحب اكثر؟
كرة الطائرة. لا أنا ولا أنت. أنا ولا أنت. أزاي خلاص؟ أنا أطلب من الدكتور أحمد إني أنا أي يوم ألعب مع أخوي مبارك تنس الريشة. شرفون المركز مفتوح للزيارة. أنا بلعب كرة سلة. أنا بفوز ولا أنت بتفوز تنس الريشة؟ أنا لو لعبت أنا بفوز ولا أنت؟ أكسن ريشة. أنا بفوز ولا أنت بتفوز؟ أنا بفوز. هو بفوز. ريشة. أنا الريشة هو بفوز. أنا بفوز. لا مبارك بيفوز. أنا بفوز ريشة. تخليني أفوز؟ تخليه يفوز. تخليني أفوز. زين شو تقول يعني اخوك الوالده الوالد او احد من اخوانك شو تقول لهم انت طالع ومحقق الانجازات هذه على الهواء هنا؟ حسن في مؤسسه زايد العليا سيح والاحبابي وخالد بلوسي عبد الله قدير هادو مع النادي العين مؤسسه زايد العليا هي رائده انسانيه ذوي احتياجات خاصه شكرا كابتن عبد الله وكابتن محمود كله تشكرهم نعم وبعد نحن نشكرهم استاذ احمد هل في برامج توعويه توعي خلينا نقول اهلهم لاصحاب الهمم نعم. في التعامل معهم نعم. في تقويتهم وتقويه ثقتهم بانفسهم نعم. والاعتماد عليهم ايضا لان في بعض الاحيان حتى الاهل يخافون عليهم وايد نعم المركز طبعا منذ انشائه والى حتى الان في برنامج ما يسمى عندنا برنامج الارشاد الاسري. برنامج الارشاد الاسري ده ان احنا كل حوالي شهر بنرسل لولي الامر بيكون في جلسه مع جميع المتعاملين مع الطالب بيدوا له ازاي كيفيه التعامل معه في البيت، كيفيه تنظيم البيئه المنزليه اذا في مثلا اساس ممكن نشيله ممكن نحط اساس، المهم ان بيبقى في برنامج متكامل توعوي للأسرة. كذلك ان المركز دائم التوعية خارج المركز كذلك. حاليا احنا بنعمل معرض توعية في جيمي مول لمنتجات الطلاب، عندهم منتجات قد تفوق الأسوياء في الجودة وفي الصناعة. فباستمرار المركز بيعمل كذلك معارض خارجية للتوعية بالطلاب أصحاب الهمم. في زيارات كذلك للمدارس والجامعات، في كذلك بنستقبل الجامعات والمدارس في المركز لنشر التوعية كذلك بأصحاب الهمم. نعم. هل لقيتوا من الأسر يعني دعم وأيضا يعني شاركوكم في هذا الشيء وكانوا في البرامج وياكم الخاص بالتوعية؟ نعم. طبعا لما نيجي نتكلم على 98 مقارنة بالآن يعني احنا بنتكلم في حدود 20 سنة، لا الأمور اختلفت كثير. نعم. في توعية دلوقتي، في وعي، في اهتمام من ولي الأمر بموضوع الإرشاد الأسري، بفهم حالة الطالب كيفية التعامل معه. يمكن المفهوم القديم بتاع أصحاب الهمم هي العزلة، إن إحنا نعزله في البيت أو نعزله في مكان خاص. لا دلوقتي استفادوا من البرامج اللي قدمتوها. نعم أكيد. نعم هو يعني مبارك ما شاء الله عليه، مبارك يحتذى فيه، جايب أكثر من بطولة عالمية ومثل الدولة ويرفع راسنا. يعني هم عندهم قدرات غير عادية. أنا بتكلم دايما أنا بقولها إن أنا عن نفسي أنا ما تعلمتش الكمبيوتر مع إن أنا معايا ماجستير ودكتوراه، لكن ما تعلمتش الكمبيوتر إلا من علي بن ناصر لو يعتبر ابن صاحب المركز. تعلمت الكمبيوتر من خلاله، يعني شفت شغفه وحبه للكمبيوتر وكيفية أدائه، فأنا قلت طيب إزاي أنا مش قادر أتعلم. وفعلا يعني كان صاحب فضل ان انا اخذت الخطوه دي. زين في اغلبهم مبارك مثلهم اخوي مبارك في عندهم قدرات لكن هم ما يكتشفون قدراتهم ولا اهاليهم يكتشفون نعم. قدراتهم. كيف المركز يكتشف القدرات هذه الموجوده؟ دي عمليه مشتركه في الحقيقه ما بين الاهل وما بين المركز، مش المركز لوحده ولا الاهل لوحدهم، العمليه عمليه مشتركه. ان احنا دايما حتى في المقابله اول ما الطالب بيجي بنسال ولي الامر ايه نقاط القوه ونقاط الضعف. نقاط القوه عشان ابتدي استكشف المواهب الموجودة، ومن خلال الممارسات اليومية والجلسات اليومية نبتدي نستكشف في الطالب المهارة أو الموهبة اللي عنده. يعني كم اكتشفنا العديد من مواهب الرسم وبفضل الله تنمت وخدنا جوائز كثيرة خاصة بالتوحد والإعاقات الذهنية في الرسم كذلك في الرياضة. فإحنا بنقول دايما أن العملية عملية مشتركة ما بين الأهل وما بين المركز. صح فعلا. نعم. ممتاز جدا، الله يوفقكم إن شاء الله. صح. أنا أقول لي مبارك وين تحب تسافر بعد لبنان؟ أسافر بريطانيا. بريطانيا ليش؟ بعدين تحب بريطانيا؟ بريطانيا زين. رحت قبل ولا ما رحت؟ لا كان من عيد التحد من سنة 2018 سافرت في أمريكا، ركبت طيارة
طيران ابو ظبي اتحاد الايرويز. مبارك كان ممثل لاصحاب الهمم في تمثيل الدوله للاحتفال بالعيد الوطني في السفاره بامريكا. ما شاء الله سافر امريكا. سافر امريكا وتم اخترنا. انت رحت امريكا وبتروح لبنان، ما توديني وياك؟ تعالوا 2020. هو قال تعالوا ما قال تعال. انا ما بودي معي مروه. لا لا مروه لا، اوكي انا بس. انا ومروه ولا انا بس؟ لا انت تعال اكثر. انا انا لا لا انا لا علشان ما شجعت. زعلت والله. زعلت خلاص. زين مبارك ما بتاخذوني وياكم؟ انت ايش فيك انت؟ ويه قفط. انا شوفيني حالت بالي. انا ابى اسير وياكم. مبارك خذوني وياكم. لا انا بروح. انا ما بخلي عبد العزيز يروح وياك. انا بسير وياك. لا انا بسير وياك. كسبه ماجد كلها تعرف يا عبد العزيز. لا انا ما بخلي عبد العزيز في الاستديو هني وبي وياك. لا كسبان عني تشيل. لا ايوه غصبا عني تشيليني وياك. مو بعلك غصبا عني تاخذه وياك. انت صديقي خلاص. احبك عبد العزيز. خلاص انا مبارك ان شاء الله. لا بالعكس مبارك، انت ما شاء الله عليك جبت وايد بطولات للامارات وانت قادر بعد انك تجيب بطولات اكثر وتفرح ابونا الشيخ محمد بن زايد بالبطولات اللي انت تجيبها ان شاء الله. لما يرفع راسنا فوق. الله عليك دوما انت ترفع راسنا فوق، واللي مثلك لما يبون البطولات نحن نفتخر فيهم. ونخلي مروه مسكينه نيبها شويه بس. انا زعلت شويه بس. مبارك انا زعلانه خلاص. نيبها المطار نسوي لها باي باي ونروح. شويه بس باي باي. احسن صح؟ ما ينفع. مبارك ما بسوي لكم باي باي، بنسوي حق عبد العزيز باي باي. انا بسير وياك. لا هو احسن هذا. انا احسن. انا احسن طبعا. اوكي. دكتور احمد سيد هم جدا لطيفين وجدا يعني محبوبين ونحن نحبهم، حتى لما يقعدون فيهم لطافة مش طبيعية ما شاء الله. نعم وفيهم جو مرح وفيهم ما شاء الله. نعم صحيح إن شاء الله تعالى. وسبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى دائما سبحان الله بيزرع فيهم الجنة، وهو مرفوع عنه التكليف فدائما بتصرف بتلقائية فعلا، وما يخرج من القلب يقع في القلب. يعني انا انسان لطيف وحبوب عشان شيء حبني ومروه يعني شويه. لا لان انا بنت وانت وانت ريال يعني هذا السبب صح؟ دكتور احمد سيد مبارك انت تحب الاولاد صح؟ ما تحب البنات صح؟ عرفت انك انت زعلتي صح؟ انت تبغى عبد العزيز يصير وياك لانه هو ولد صح؟ لا عشان صديقك صح؟ هو صديقتي انا. صديقتي؟ لا صديقة انا وياه ربع. هو قلب الضماير بس عنده. انا وياك ربع وبس. هي ما ربيعتنا ما بنوديها ويانا حتى لبنان ما بنوديها. اتفقتوا علي الحين خلاص استاذ احمد بتصير وياهم صح؟ نتشرف نتشرف ان احنا نرافق مبارك في رحله بطوله من البطولات اللي هو بيطلعها ان شاء الله. فعلا شكرا لك دكتور احمد السيد مدير مركز العيله رعايه وتاهيل المعاقين في الفوعه. شكرا لك. شكرا لكم. وكذلك شكرا لك اخوي مبارك درمكي، وانا وياك ان شاء الله طايرين طايرين. شكرا يا مبارك. طيران الاتحاد الايرويز ان شاء الله على الاتحاد للطيران. ولما انت ترجع لما انا وياك نرجع من لبنان انا وياك نقعد هنا ومروه راح تصدقنا. انا بسوي لكم في المطار باي باي. شكرا لك. ان شاء الله نرجع من لبنان انت بتكون موجود هنا ومروه راح تستضيفنا انا وياك. اوكي شكرا لك. باي 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 باي.